بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اخوان الاخ رشيد البشيري غادي يتحدث لنا على القضيه ديال الاراضي البشريه، الاراضي المغتصبه، ومن بعد الوقفه الاعتصام الناجح اللي كان في المنطقه ديال البشريه بالقرب من جماعه سبت مكشوش وحد الهوالم. الاخ رشيد البشيري حبذا لو تقربنا من الملف دقه. ان شاء الله، جزاك الله بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للملف ديالنا كيتعلق بأسرة الشرفاء البواشرية بزعير. هذه الأسرة هذه اللي تزعمت حركة المقاومة بزعير ما بين سنة 1907 إلى حدود سنة 1911، بحيث جراء هذه المقاومة ديالهم قام المستعمر بتوجيه المدافع ديالو صوب الزاوية ديال هاد الشرفاء هادو، وقنبل الزاوية في 1911، ومن بعد القنبلة الزاوية شردوا من الأراضي ديالهم وطردوا والتحقوا بالأطلس، وهناك التحقوا بالبطل المجاهد محمد حمص الزياني بحيث أبلوا البلاء الحسن وقاوموا هناك لمدة عامين من 1911 إلى سنة 1913، وأنذاك عقدت الحماية على هذا الوطن العزيز. وإترى فرض الحماية أوعزت السلطات الفرنسية إلى بعض القياد من قبيلة الشاعلة على أساس أنهم أصحاب هذه الأراضي وساعداتهم، وقاموا بتمليك هذه الأراضي وداروا وكالات وبيوعات مزورة في تواريخ متقاربة ما بين سنة 1912 إترا فرض الحماية على هذا الوطن. وفي ذيك اللحظة اللي كانوا كيملكوا في الأراضي وتديروا في الوكالات والبيوعات المزورة، كانوا هما في ذيك الساعة منفيين في بلاد ولد تريعي بأزمور، في دكالة أزمور منطقة تسمى بلاد ولد تريعي، أقاموا هناك إقامة جبرية محروسة لمدة 8 سنوات، وما رجعوا لبلاد زعير لمسقط الرأس ديالهم إلا بعد ما أدوا غرامة مالية تقدر ب 4000 ريال حسنية سكة تاريخية على يد الضامنين القائد الجبلي والحاج حمد المذكوري. هاد القياد كانوا في هذيك المرحلة. وبالنسبة دابا حنايا من هذا المنبر هذا كنتوجهوا لسيدنا الله ينصرو من أجل استرجاع أراضينا المغتصبة وترميم زاويتنا ويرجع لها الدور التاريخي ديالها، وترميم ضريح جدنا الولي الصالح سيد البشير بن بوطاهر اللي كاينين وسط هاد الاراضي هادو المغتصبه. وبالنسبه لهذا الملف ديالنا حنايا ماشي وليد اللحظه ولا وليد اليوم، لمده 40 سنه وحنايا في الشكايات وفي المراسلات من وقيت رجوع المغفور له محمد الخامس في 58، وعندنا الشكايات من 58 الى يومنا هذا، وملي المطالب ديالنا ما تحققاتش وما وجدناش اذان صاغيه، لان عملنا الاعتصام الاول، عملنا الوقفات الاحتجاجيه، عملنا بزاف ديال المراسلات. المراسله كتوصل للعماله، ومن بعد في العماله كيقول لك اودي راه حنا غادي نجاوبكم، غادي نقولوا لكم، غادي نوافيكم باخر الاخبار، غادي نوافيكم باخر رد. ما كاين لا رد لا حتى شي حاجه. ودابا حنايا الحمد لله راه حنا جينا لعين المكان وعملنا واحد الاعتصام مفتوح، وبدينا هذا الاعتصام من نهار 1/11 الى يومنا هذا. وكنتوجهوا لسيدنا الله ينصرو لجميع المصالح المختصه انهم على مساعدتنا في استرجاع حقنا المسلوب. وعاش الملك. واش توجه شي اذا السيد عامل الخميسات من اجل يعني الحلول بعيد المكان والاحتجاج؟ بالنسبه كنا عملنا بزاف ديال الطلبات للسيد العامل، هذا العامل الحالي والعامل اللي كان قبل منه، وكنا بعثنا 4 الاشخاص، 5 الاشخاص اللي كينوبوا على العائله ومشاو كيمثلوا العائله، ومع ذلك ما كاينش شي جواب اللي هو مقنع ولا شي جواب شي رد، ما كاينش شي رد كاع بصفه نهائيه. ودابا باسم اسره الشرفاء البشريه كنتوجهوا بالنداء لسيدنا الله ينصرو من اجل استرجاع اراضينا المغتصبه اللي هي حق ديالنا. حنا ما بغيناش نتخلصوا في الوطنيه ديال الاباء ديالنا والاجداد ديالنا، هما قاموا بهذاك الشيء في سبيل الله الوطن الملك، ولكن من العيب والعار ان الاراضي ديالنا حقنا نضيع فيه والاراضي ديالنا نضيع فيها، وتفوت لشركات خاصه عوض انها تفوت لاصحابها. وسيدنا الله ينصرو في الخطاب الاخير ديال الدوره الخريفيه ديال 18 اكتوبر 2018 قال في الخطاب ديالو على اساس تحفيز ومساعدة المواطنين والفلاحين بالخصوص على الانخراط في تجمعات وتعاونية فلاحية مدرة للدخل، وحنا قمنا بتأسيس تعاونية فلاحية على أساس باش نكونوا حنا الأولى باستغلال هذه الأراضي هادو وتمليك ما تبقى من الأراضي البورية لفائدة ذوي الحقوق، وحنا ذوي الحقوق. والحمد لله حنا عندنا وثائق اللي تدل على صحة الكلام ديالنا، عندنا ورقة ديال الدومين، رسالة من الأملاك المخزن، رسالة من الإقامة العامة للأملاك المخزنية أنذاك في 1917 اللي كتوصف وصف دقيق القصبة
وعاد تشتمل على المسجد وعلى ثلاثة دور ديال السكن، وكتوصف الصور اللي كان داير بها، وكتوصف ديك الأراضي واللي طاول عليها واللي استولى عليها ومعترف اعتراف رسمي على أساس أنها اغتصبت هاد الأراضي هادو لأسرة البواشرية، أنهم كانوا كيتصرفوا فيها واغتصبات منهم. هذا اعتراف ديال الدولة الحامية آنذاك اللي اغتصبت هاد الأراضي هادو، خلاتنا هاد الورقة هادي، وحنا راه تنتوفروا على هاد الوثيقة الحمد لله، وعندنا ظواهر الحمد لله مع السلاطين العلويين، لأن هاد الأسرة هادي كانت عندها علاقات طيبة مع منذ العهد المولى السلطان الحسن الأول، وعندنا ظواهر أن السلطان المولى الحسن الأول كان تيستوصي خير بهاد العائلة هادي، ومن مراجع السلطان المولى عبد العزيز ليأكد هاد المسائل هادي، والحمد لله حنا الظواهر راه كاملين عندنا. ومؤخرا راه كاين واحد الكتاب ديال الذاكرة الوطنية، المصدر ديالو المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، والعنوان ديالو مقاومة قبائل زعير للاستعمار الفرنسي في الفترة ما بين 1907 ل 1913، وهاد الكتاب هذا كيتكلم على البشرية 20 صفحة اللي كتحكي التاريخ ديال البشرية من البداية ديالهم إلى قنبلة الزاوية ديالهم، إلى المقاومة ديالهم في الأطلس مع بوحة وحمو الزياني، إلى المنفى ديالهم في أزمور بلاد دكالة، إلى الرجوع ديالهم، وكما قلت لكم المرة الأولى وديك الفلوس اللي خلصوا كضمانة باش يرجعوا، وكنتوجهوا لسيدنا الله ينصرو لأن طرقنا جميع الأبواب. الملف ديال القضية ديالنا ما كاينش شي مصلحه ولا شي اداره في المملكه ما طرقناش ليها، من وزاره الفلاحه كيمشي للوزاره الاولى، كيرجع للمحافظه العقاريه، من المحافظه العقاريه عاود كيقول لك راه وزل رجع للوزاره الاولى باش يبت فيه الوزير الاول، الوزير الاول عاود ملي كنستفسروا منه كيقول لك اودي راه عطى امر لوزير الفلاحه، وزير الفلاحه كيقول لك اودي راه عطى امر للمحافظه العقاريه، صافي وكنبقاو ندورو غير في هاد الدائره هادي، شي جواب شافي ولا شي جواب مقنع ما كاينش، وهذا الشيء اللي كاين والله ينصر سيدنا. الاعتصام ديال الاهالي ديال البشريه. نعم سيدي، بالنسبه للاعتصام دابا غيبقى اعتصام مفتوح الى تحقيق المطالب، لان احنا لحد الساعه كنتواجدوا في البلاد ديالنا، وكنتواجدوا في الارض ديالنا، وكنتواجدوا في القصبه ديال جدنا اللي مؤسسها بتاريخ عزيزي مؤرخ في 1894، وحنا لحد الساعه راه ما غنفضوش الاعتصام الى تحقيق المطالب. بالنسبه للتعزيزات الامنيه كيفاش كتمر الامور؟ وبالنسبه للتعزيزات الامنيه لحد الساعه الامور مضبوطه وعاديه، ما شفناش منهم شي تعسف ولا شي شطاط ولا شي حاجه، لحد الساعه الامور غاديه مزيان، لانه كما قلت لك حنايا دابا حتى السلطات المعنيه هنا بالامر من القائد من المقدم من الشيخ من المقدم حتى القائد حتى السيد العامل حتى الناس ديال الدرك ناس السلطه كاملين عارفين بان هذه البلاد هذه بلاد البواشريه، كان يستغلها البشرية. ودرنا واحد الإشهاد عدلي مستفسر وشهدوا لنا فيه واحد 12 واحد من أعيان زعير، وكل واحد كيتراوح السن ديالو ما بين 100 سنة 90 سنة 100 سنة، كلهم شاهدين على أساس أن هذه البلاد هذه ملك خالص للبشرية، وهذا الشيء اللي كاين أستاذ الله ينصر سيدنا. شكرا جزيلا سيدنا، جزاك الله.